بداية شهر 10 2024 المعرض طوارئ طبية، وهذا يدل على التعاون الجيد والمثمر صراحة من قبل إدارة الطوارئ الطبية ووزارة الصحة. وجود 3 عيادات ما شاء الله في مجمع الأفنيوز لخدمة زوار المجمع وخدمة زبائن وخدمة أيضا أصحاب المحلات والعاملين من المحلات، وهذا جهد يشكرون عليه صراحة. والدكتور أحمد بعد زميلنا مو مقصر، والجماعة الطاقم كلهم مو مقصرين، وجزاكم الله خير. شهر أكتوبر لكل عام هو شهر العالمي لثقافة الإنعاش الرئوي والقلبي. هذه المرة نتكلم إحنا عن القلب، لكن قد تكون غصة، قد تكون ضربة شمس، قد تكون كسر أو نزيف، كل هذه الأمور بعجالة يمكن الواحد أن يفتح آفاق للتعاون. دائما نكرر أن منصة الصحة تستوعب الجميع بغض النظر عن الجنس، عن الجنسية، عن المستوى التعليمي، عن القدرات المهنية أو حتى التلقائية. نريد أن نؤطرها ليصبح عندنا مسعف في كل بيت، وفخورين كذلك من أن سنراها في القريب العاجل تتكرر في دول شقيقة على مستوى مجلس التعاون القريب. رسالة توعية تخدم كافة المجتمع من إخواننا المواطنين والمقيمين. عندنا هذا المكان اللي قاعد نسوي عملية CPR عن طريق ضغط الصدر 30 ضغطة وإلى آخره، فمجتهدين فنياتنا زملائنا في تعليم الناس على CPR. وعندنا الصوب الثاني اللي هي حالات الغصة، شلون تعامل مع حالات الغصة؟ يا ريت تعلمينا طريقة الغصة. بالنسبة للشخص البالغ، نعم تمام، إذا غاص كان جيت عند لقيته لسه في نفس وقدر يحكي وقادر يكح، شو بنيجي بنعمل؟ بنشجعه على الكحه، بنشجعه انه هو ينقذ نفسه. اذا ما قدر بعدين صار ما في نفس ومو قادر يحكي ابدا وصار وجهه ازرق، ايش احنا هون بنيجي وبنساعد؟ شو بنعمل؟ نيجي ورا المريض، بنلف ايدينا حوالين بطنه فوق السره بشوي، يعني على راس المعده، نعمل قبضه هيك، والايد الثانيه خلف الايد الاولى، نكون احنا وراه ومنيره للامام شوي عشان نساعد انه الشغله تطلع اسرع. وجرينا بتكون بين جرين المريض، تمام؟ ونضغط لجوه ولفوق، للداخل ولأعلى، من داخل إلى أعلى. بهالحركة ممكن يطلع شيء اللي منحشر في المجرى الهوائي. وعندنا هني فحص الضغط، هذا المكان يقيسون فيه ضغط الدم، واللي حاب يتعلم شلون يقيس ضغط الدم راح يعلمونا فنينا وفنياتنا بالطوارئ الطبية. ومثل ما انتم شايفين عندنا أحد الجمهور يحاول انه يقيس ضغطه. وفحص السكر، نقيس السكر ونعلم حتى اللي يبي يتعلم شلون يقيس السكر عن طريق الأدوات الطبية اللي موجودة وعن طريق فنياتنا اللي نفتخر فيهم، فنيات الطوارئ الطبية. فيتم الآن قياس السكر للجمهور. إن أشوف طفل رضيع أنا هني موجود في البوث. طبعاً الأطفال يحبون وأي شيء يحطون داخل طبهم. طبعاً. كل شيء راح أسويه إنه لازم أمسك الجوبة من هالطريقة وبعدين أقعد على كرسي عشان أسوي سبورت للياهل، اوكي احط على ريلي، بعدين ابلش اضرب 5 ضربات على بين لوحين الكتف على الظهر، 1 2 3 4 5 خلصت؟ لا ما خلصت، ابلش احط ايدي على راس المثقيل، بعدين احط على ايدي الثانيه وابلش اضغط على صوب الصدر 5 ضغطات، 5 ضغطات على الصدر عن طريق الصبعين. إيه بس صبعيني، الصبعين هذول اللي موجودين. إيه بس صبعيني، اوكي بعدين اشوف اشيك هل الفم اقدر اشوف الشغله اشيلها، اذا شايفتها اقدر اشيلها، مو شايفتها ما ادخل ايدي او صبعي داخل، ممكن احشر زياده واللي سويته يكون على الفاضي ما سويت شيء. قواك الله.